مرحبا بكم مشاهدي قناة سوس تي في. مهنة جمع المواد البلاستيكية منها مورد رزق بعض العائلات ومنها تساعد على المحافظة على نظافة المحيط. جينا اليوم في القلعة الصغيرة، هنا مجمع المواد البلاستيكية، حبينا نعرف أكثر تفاصيل على المهنة هذه اللي فما برشا فئات من الأباء من الأمهات المعطلين على العمل اللي خذوها كمورد رزق. تابعونا في هذا الروبورتاج. حالتنا تعب من قبل الثورة والراح، اليوم أنا هذا تو تتحسن البلاد، تو تتحسن البلاد، ماشي ماشيين فنتي لا تعرف. المزمر عنده 5 و6 في العيلة، هاي عيشتنا، هاي عيشتنا، نلموا في البلاستيك، نلموا في المزابل، تعرف الفضلات نتاع، نعاونوا في البلديات، نعاونوا في البيئة، نعاونوا، لا منخزرنا ولا ما لمس اللي علينا، لا تنوير عمومي، لا وناس عايشين منسيين لهني كن في الحي. أنا قاعدين نستنوا فنت لا شنو مصيرنا في آخر، في آخر مطاف شنو مصيرنا. طالبوا برخص مثلا، طالبوا برخص، هذا فنت لا بقى، ولا حتى كي تنزلوا دبوز مصر يقول لك هذه مصر يا أخويا، مزتر مزين نغسل هير. شنو هي الشروط لتوفير الرخصة؟ على الأقل يعطونا رخص، على الأقل البيئة، يعني نخدموا في البيئة، نخدموا غير رخص، نخدموا تحت ناس أخرين ومتوظفين ويتخدموا على رواحهم، وما عندهم موارد رزق أخر يخدموا فيها، واحنا فنتي قاعدين نخدموا بس أمامهم، وهم فنتي لا الفلوس كل ماشي ليهم، هو ما عنا حد شيء، نحن مش شاوذن، نلم البلاد ننظف كذا، فنتي نهز على ظهري ماني كنا 5 كيلومتر. تهزلوا تصب له السلع وفنتي لا أقول لك ما صب لي البيئة بعد شهرين بعد 3 شهور. علاش ما ناخذوهاش نحن مثلا؟ كيفاش تصب لك؟ كيفاش تحسبوهم؟ هو يتعامل هو البيئة، غادي تخلص فيها البيئة، ما نعرفش عليه كيفاش. نقطة في البيئة، عنده بوان خاص هو في البيئة، هو يمشي يخلص، ما غادي ما نعرفش عليه أنا، يخلص ما يخلصش ديما يتشكى، وما عنديش ما عنديش. هو بعد 3 شهور 4 شهور باش يعطيك زوز فرنك. حالتنا تعبة، لا من طلع علينا ولا من تفكرنا، وبارك الله فيكم أنتم جيتوا طليتوا علينا. الدولة كان تعمل المعروف، يعني تعطينا رخص الأكثر وأقل للمجمعين الصغار هذوما، احنا نخدموا على ناس أخر، نسبوا تو في البيئة، وعندنا أسامينا في البيئة وموجودة مسجلة. عندنا جي 8 سنين وعشر سنين، ثم اللي عنده 10 سنين، وثم اللي عنده أخويا ضيع عمره عنده 17 سنة يخدم في البيئة. ما عندوش رخص يسبق. عندك من عام وانت تجمع البلاستيك؟ عندي 8 سنين، بالنسبه لي انا عندي 8 سنين، ام اخوي هذا عنده 17 سنه، انا عندي 8 سنين ونطلب، وعملت مطلب رخصه، رجع قال لي ما ثم امور اخرى ما نجمش نحكيها، يعني امور بتاع ترافيك الاكثر ولا اقل، ما ثمش رخصه معناها، يعني امور قانونيه ما تنجمش. هزيت وعطيت له 4 منظمين ومتاعي انا وتاع الصغار وكلها تتقار. قلت له اخوي انا نحب نتحصل على رخصه، مادام نخدم على غيري علاش؟ هون مادام ندخل في السلع البيئه علاش ما تدخلش باسمي انا؟ ثم ناس ما ياخذوا رخص. يمشي لك على مذهب اخر، طريق ملوي. هي المذهب الاخر ما نجموش، تاع ملايين فهمتي ما نجموهاش، باش نعطي الواحد رخصه باش ياخذ رخصه بالملايين ما نجمش. هنا نخدموا كاكا وكا. فما اللي يقول لك اللي يجمعوا في البلاستيك وغيره من المواد الاخرى اللي تم جمعها، فما اللي يقول هذوما لاباس عليهم وعناها وفيها فلوس المهنه هذه، شنو تنجم تقولوا اللي مش عارف فهمه البرباش، يعني من ناحيه التعب نتاعكم، من ناحيه يعني حقكم. بالنسبه للبلاستيك هذايا فيه برشا انواع، مثلا اللي يكون لف الدوله هذه تاخذ منها، مثلا كما نقولوا كان الفيلم الساشيات هذه، وتاخذ منها الدبوس، كانت دبوزه والساشيات بالميزان، ندخلوا بالميزان على بسكولة كبيرة ندخلوا. وبالنسبة للسلع الأخرى كيما البلاستيك الخشين وكيما البوات وكيما الحكايات هذيك تتباع لبرا، المراسكلين ناس أخرى خواص يخدموا خواص. أنت والشراء نتاعك معناها عبارة تشري وتبيع، تشري كيما نقولوا بدينار تبيع ب 11%، تشري ب 800 تبيع ب 900 كيك، هون عندك هاك المكسب ب 100 فرنك. معناها ربحكم والمكسب نتاعكم 100 فرنك الفارق. 100 فرنك هذيك هي. احنا عندنا هنا 100 فرنك ماشي شريت ب 900 كيما الطب العام يشمل كل شيء. احنا نشرو كي نمشوا مثلا ثم ناس تلمت، واحنا مجمعين صغار يسمون، وثم المجمع الكبير هذاك اللي نحن ندخلوا له في السلع للبيئة. المجمع الصغير نحن نمشوا نشرو مع عند مجمعين صغار زاد اخرين، اللقاطه اللي برباش احنا نشرو مع عند البرباش، فهمتي؟ نشرو مع عند البرباش، تشري ب 300 تبيع ب 400،
تشري ب 400 تبيع ب 500، وهون تشري كل شيء، تشري بوات بلاستيك خشين بيدون فيلم دبوزه. النفايات المنزليه بصفه عام اللي تطيش معناها مع الدار مثلا بانو تكسر الطيش، هم يمشوا يعاودوا يروحوا ويرسكلوه ويعاود يجي هكاك. شنية طلباتكم بالنسبة للبيئة؟ نحن اللي ندخلوا فيها السلع، ندخلوا فيها البيئة فيلم ودبوزة وساشيت هذا، والحليب زاد استغنوا عليه، قال لك أخي الحليب ما عادوش جيبوه لنا في يعمل الفار ويعمل كذا هانو الطيش، فهمتي ولا؟ طلبات انتي يعني نحن كان تعاوننا الدولة وتعمل مزي أنا أولا فهمتي، نولوا ندخلوا بسامينة، كي نبدو ندخلوا بسامينة ما عادش تلقى الكديس هذي، الكديس هذي ما عادش تلقى، يعطونا رخص، يعطونا رخص نقط في اللي كولف لا اكثر ولا اقل، مع ان حتى طلبوا يعطونك يعطونك تعرضوا الامراض، نتعرضوا الامراض لكن ما هو نلقوا على حساب نمشوا الامراض موجوده. ليش كرني يعني يعاونوكم كرني على روحك، تصب على روحك مثلا، تصب اللي يحب مثلا كما نقولوا مثلا يوجد وكذا يمشي يصب على روحه في الضمان الاجتماعي وياخذ الكرني هذاك بالصبان، مش معناه يعني ماهيش يعني مهنه، عباره تجاره وبر تلقيت خبز وبر. الطلبات نتاعنا اذا كان تعاونونا بالحق يعطونا رخص في البيئة، لكن اقل نقطه في البيئة في اللي كولف ما عادوش تلقوا، تو كيما نقولوا الفواضل هذه ما عادوش تلقوا، تولي تمشي ديريكت. احنا نقولوا تو نقعدوا نستنوا في السيد اللي مش في البيئه باش يخلصنا باش نزيد نعاودوا ندخلوا له، نعاودوا ندخلوا له كونتيتي مثلا معينه 7 8 ترانت في الشهر، يقول لك وانت خلصني البيئه خلصك، وهو البيئه تخلص كان بعد 3 شهور نزك هكا للبرباشه وشوفي حالتها تو ثم اللي يطيح قدامك، تو ثم اللي يطيح قدامك بالبكاء. احنا نسموا معناتها ابرك حال منهم شويه على الاقل، بنتي لا انا قاعدين نشرب من عندهم، هذيك من عندها طريف وهذيك من عندها طريف وهذيك من عندها طريف باش تقري دراه، باش تقري دراه وباش تسقيت، فهمتي؟ اقسم بالله العظيم لا ثم حتى واحد يخدم فهمتي في مثلا عنده خدمه قار ولا في الدوله ولا في هو استاذ، استاذ هو يلم في 5 6 وليدات كاري لهم حانوت يقري فيهم في تيدك هيك خلص، هذا استاذ متخرج انا بنويتي هام قاعد انت تخدم عليهم في المهنه عليهم، ها هي المهنه، ها هي المهنه، هذه اخر مهنه، ما اش مش نخدم نسرقوا نخطفوا اش مش نعمل معنا ما يعني طالبين تضمنوا حقوقهم وتاخذوا حق على الاقل نضمن حقوقنا على الاقل، فهمتي تفكرون يا تفكرون على الاقل بحويج على الاقل حتى برخص الاخر الواحد الاخر في عود نبقى مصمت على ضي باش نصب له شكارتين ولا ثلاثه باش يعطيني حق بالاخر نهزم باسم كي يعطيني رخص ولا نخدم وحدي، علاش سيرتي ملوحه لهني كان من قبل العيد هاي تشوفها نجم تصب مثلا كما نقولوا كي يعطيك رخصه تبدا عندك في الضمان الاجتماعي، تبدا امورك مريقله، تبدا سياحتك نظيفه، تبدا كل شيء كي تبدا ظل عندك رخصه في البيئة، يعني يشترطوا عليكم باش تعملك الواحد نتاعك كارني تاع الضمان الاجتماعي وتصب على روحك وتركح امورك وتبدا ظل امورك مريقله وحتى فلوسك وحقوقك مضمونه مع الدوله. اذا كان مع واحد اخر مثلا تصب لواحد اخر مش باش يضمن لك حق، ما عندوش ما عنده حتى ضمان، يقول لك خويا صب فهمني وانت تصب لي الدوله نعطيك فلوسك، هذا اخر حل، واحنا هذاك اخر حل ما تنجم تعمل حتى شيء هذاك، واحنا ملتزمين باش نخدموا هكاك، احنا ملزومين باش نخدموا هكاك، ما فيهاش ما في حتى شيء. الضمان الاجتماعي كانش تصب على روحك، تصب على روحك هالي زي يعني عندك باش تنجم تصب على روحك صب، ما ثماش اصبر لله ربي يعينكم ربي يعاونكم.